في المنازل الحديثة يأخذ الجار من جاره الجديد الملاصق له في المنزل بعض المال مقابل السور الذي بناه من قبل بينهما، فهل يصح أخذ هذا المال؟ ما في مانع إذا كان يبي يشركه بالجدار، الجدار ملك لواحد ويأخذ من الثاني اللي يسمونها المبانات ويكونون شركاء في الجدار، ما في مانع. نعم.